بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد بنشوف بعضنا بدورة الريجينج المتقدمة. طبعا احنا خلصنا الدرس الأول والثاني والثالث من الدورة، تعرفنا فيه كيف بنعمل عظم للكاركتر، وكيف بنعمل بيندينج ما بين العظم والكاركتر، وتعرفنا كمان كيف نعمل السبلاينز والنولز، وكيف نعمل موضوع الكونسترينت والدايناميك. خلينا هلا ندخل للمرحلة الرابعة من الدورة، بالمحاضرة الرابعة كمان رح نعمل موضوع الاكسبريشنز لحتى نحرك الأصابع، وكمان ممكن نعمل اكسبريشن لحتى نحرك الجسم بشيء خفيف جدا مثل هيك مثلا، ورح نعمل ربط للعين مع الجسم وربطة كيعني للتحريك. رح نبدأ طبعا بعمل بننزل نيو نال، خلينا نسمي نال اسبريسو. اوكي، فينا نحرك النال في اي مكان. انا بقى يعني هذا الجديد، انا بغير كمان مقاسه حتى استخدمه فيما بعد. اوكي، ممكن نغير لونه. حتى لما تيجي تمسكوه رأسا بيجيب لك الاوبشن تبع الاكسبريسو. رح نعمل شغلة اسمها يوزر داتا، بتلاقوها هون. نفتح يوزر داتا ونروح على مانج يوزر داتا، بيطلع لنا بوب اب منيو كتير سهل. طبعا هون بيقول لك اد داتا واد جروب. الجروب هو مسؤول عن ان هو يعمل لك تاب مثل ما انتم شايفين هون، والداتا هي الداتا اللي موجوده بالتاب هاي، وهذا الفاصل تبع التاب. رح نعمل اد جروب وننزله برا لحتى يكون يعني تاب. رح نسميه مثلا ليفت ارم، ماشي. ورح نعمل كمان واحد كوبي، طبعا بالضغط على الكنترول راح نسميه رايت ارم. انا دست طبعا انتر، فراح طبعا سجل لي ليفت ارم ورايت ارم عباره عن تابس. راح نعمل تاني، معلش نفتح تاني اليوزر داتا مانج. راح نعمل ندوس على الليفت ارم بروبرتيز، وحندوس عليها اد على اد داتا. راح يفتح لنا طبعا اتريبيوتس هون مثل اللي بتطلع هون، هي بروبرتيز تبع الداتا. راح نسمي مثلا هذا واحد، وحنعمل كوبي منه اثنين، وكوبي بالكنترول ثلاثة أربعة. هاي أربعة، هاي ثلاثة، وهاي أربعة، وعندنا الإصبع الأبهم راح نعمل له خمسة. طبعا نفس الشيء راح نعمله هون، add data واحد اثنين ثلاثة، عنده هاي نقول نمسحها، أربعة خمسة. راح نعمل selection على واحد لخمسة، ونغير الانترفيس تبعه من فلوت لفلوت سلايدر حتى يكون بهالشكل. اوكي، كمان نفس الشيء رح نعمله من هون على الليفت ارم. اوكي، وندوس اوكي حتى يكون عندنا تجهيز للاصابع مثل ما انتم شايفين كسلايدرز. طبعا كيف رح نربط السلايدرز هدول بالعظم او الجوينتس الموجود بالاصبع حتى نقدر نحرك الاصبع؟ بكل بساطة رح نروح على النال تبعنا اللي طبقنا عليه اليوزر داتا، ورح نعمل عليه كليك يمين سينما 4 دي تاجز اكسبريسو، بتلاقوها في اخر المنيو. طبعا بيظهر عنا هون بوب اب الاكسبريسو، ورح تلاقوا هون كمان ظهر ايكون التاج شكل الاكسبريسو. الاكسبريسو طبعا هو عبارة عن برنامج او مثل بلاجن خارجي هيك بيركب مع سينما 4 دي. هو مش خارجي، هو داخلي طبعا، ولكن هو بيعمل مسائل حسابية مثل مثلا برنامج النيوك بيعمل مسائل حسابية على كل البرنامج. هون لا،
هون الاكسبريسو تقدر تستخدمه حتى للربط ما بين الاوبشنز تبع البرنامج، مش بس بالبروجكت تبعك، لا كمان ممكن تعمل حتى اكسبريشنز ما بين اللايتس والماتيريالز وكل شيء انت شايفه قدامك في البرنامج، طبعا من ادوات واوبجكتس وحتى البوينتس كمان ممكن تعمل عليها اكسبريشنز. الاكسبريسو كتير بنستخدمه بموضوع الكاركتر وخصوصا بالريجنج، وبنستخدمه بموضوع الموشن جراف، الموشن جرافيكس اللي هو المو جراف. خلونا ندخل بموضوعنا وموضوع الدورة. راح نعمل دراج دروب للنال اللي احنا سميناها اكسبريسو، نكبر شوي الاكسبريشن هاي، بتقول عليها اسمها نود، واللي انتم شايفينها هاي طبعا الكبيرة هاي اسمها كمان نود، نود جواد نود وهكذا، ممكن ندخل نود جوا مثل المراي. هون بنلاقي اكسبريشنز جاهزة، وهي طبعا الاكسبريشن تبعنا لسه ما عملنا شيء. رح نعمل مثل ما انتم شايفين في هون شيء لونه ازرق ومربع لونه ازرق ومربع لونه احمر. مربع الازرق هو الان، مربع الاحمر هو الاوت. احنا عندنا ما بدنا ان هلا، بدنا اوت، يكون في اوت. هنلاقي هون شيء طبعا اسمه الليفت ارم، وفي عندنا الرايت ارم اللي احنا سجلناهم كيوزر داتا. راح ننزلهم عندنا، 1 2 3 4 5. راح نعمل وحده كمان ونحط فيها الليفت او الرايت ارم، 1 2 3 4 5. حلو، في عنا ممكن نعمل رينيم حتى نسمي مشان ما يعني، طبعا هي اوبجكت بس بتبين هون، راح نسمي هاي رايت ارم. اوكي لاحظوا ان هي سمت هون يعني حتى ما نلخبط، راح نعمل رينيم للثانيه ليفت ارم. اوكي لاحظوا هون صار في اسم حتى ما نلخبط، بس انه اني وحده لان اثنين شبه بعض. هلا اجى دور ان احنا نجيب العظم تبع الكاركتر، وراح نحطه يعني مثلا هاي الاصبع العقله هاي والعقله هاي راح نحطه عنا كنودز حتى نعمل عليها تطبيق الحركه. خلونا الاول ننزل المينيمايز للاكسبريسو او للنال تبعنا، ونروح نشوف العظم تبعنا كيف اخباره. خلينا نبدا بموضوع الليفت ارم، روح للعظم في البادي ليفت ارم. اول شيء عندنا طبعا راح نسمي الاسماء هاي ليفت ارم، عندنا فينجر 1 فينجر 2 فينجر 3 فينجر 4 فينجر 5. اوكي فينجر 1 اللي تحت هو الابهم، فينجر 2 رح ناخذ هاي وهاي. خلينا نشوف بس حركته كيف. لاحظوا معي هون على الروتيشنز كيف عم بتحرك كل الروتيشنز، مع اني ما بس عم بحرك بالروتيشن الاكس. وليش كيف عم بتحرك كل الروتيشنز؟ لانه بده محتاج ان احنا نعمل شيء اسمه فريز روتيشن. هاي كانت مشكله موجوده بكل نسخ السينما القديمه، بس هلا حلت المشكله بالنسخه ال 12. خلينا نعمل select children coordinates freeze. لاحظوا صار هلا zero. ماشي تاو على الاصبع هاي كمان select children freeze. لاحظوا هلا كيف صار لما نيجي بنحركه، طبعا ما طلعوا هون، طلعوا هون. هلا بس صار يتحرك البي. هي كانت مشكلة بس بالاكسس، وهن صلحوها وظبطوها بنسخة 13، بس بنسخة 12 ظبطوا موضوع الفريزنج. رح نعمل الموضوع هذا بس يعني تصبروا شوي، ونعمل الموضوع هذا على كل الجوينتس الموجودة بالكاركتر فريز اول. ممكن فينا نعمل سيلكشن لكله ونعمل فريز اول، بس انا بحب انه نعملها وحدة وحدة افضل.
مشان ما يصير معنا مشي اي مشاكل. راح نفتح هاي سيلكت اول فريز. حلو كتير. طيب هلا خلينا نروح على الاصبعه رقم 2 نبدا فيها. هون مثل ما انتم شايفين عم نحرك البي سيلكشن تبعنا. اذا نروح نفتح النال تبعنا الاكسبريشن او الاكس جروب، ناخذ دراج دروب للفينجر 2 وجوينت 5 يعني العقلتين اللي موجودين بالاول هدول. اوكي، وراح ناخذهم ونحطهم هيك حتى نربطهم برقم 2. راح نفتح هون الان. هلا احنا استخدمنا الاوت، هلا بنفتح الان حتى نربط الاوت بالان. راح نفتح الان ونروح طبعا بدوس عليه كليك عادي. بنروح بنلاقي في شيء اسمه كوردينيتس، الكوردينيتس روتيشن في عندنا البي، او في هي طبعا بالجلوبال ممكن يفضل نستخدم الروتيشن العادي مش الجلوبال روتيشن تبع الاكسس، نخلي روتيشن عادي بي. اول شيء بنعمل يعني بنسحب، بندوس على البوينت اللي طلعت هاي وبنسحبها مكان البوينت رقم 2 حتى يعمل كونكت. بتلاحظوا انا لما عملت هيك لما وصلت على البوينت الثاني طلع لي علامه خضراء او غير لي لون الحبل لاخضر. ليش هيك عمل؟ هو عم بيقول لي انه الطريق سالك، يعني عم بيشعل لي اضاءه خضراء انه اتس اوكي، ممكن ان انت تركبه في المكان هذا. احيانا بيطلعوا يعني بيكون لونه احمر او رمادي، فما بتقدر تحركه، ما بتقدر تركبه. خلينا نعمل نفس اللي عملناه هون، كوردينيتس بي، نرجعه كمان نحطه على التو، بعدين بنروح على الاكسبريسو نال اللي كنا عاملينه ونروح على ليفت ارم، بنجرب رقم 2 كيف اخباره. لاحظوا هون صار يتحرك، طبعا عم بتحرك على العكس على فوق. نحن هلا رح نظبطه عشان يتحرك مزبوط. بنشيل هدول اللي احنا عملناهم ونجيب هذا هيك وبندوس كليك يمين في الساحه الفاضيه، بنروح على كلمه نيو نود، ومروح على شيء اسمه اكسبريسو كالكوليت، شيء اسمه هون بنلاقيه اسمه رينج مابر، هو بيعمل عمليه حسابيه انه ممكن نعكس فيه الحركه هاي. رح نعمل التو طبعا، رح ناخذ من التو على الانبوت ومن الاوتبوت على الاصبعين او على العقلتين التو جوينتس تبعنا. هندوس على الرينج مابر بيطلع لنا هون في الاتريبيوتس تبعه الانبوت والاوتبوت. فيك تحرك الاول مثلا وتشوف كيف راح تزبط معنا. لاحظوا هون مثلا لما اعمل الاوتبوت ابر ماينس 1 انعكست الحركه، لذلك هلا صار الحركه لتحت. حلو. طيب خلصنا هالنقطه. في طبعا حركه بتكون لفوق شوي، ففينا ممكن لو بدكم اياها تبقى من فوق، انا ما بدي اياها تبقى من فوق في الوقت الحالي، بس فيكم تعملوها بهالطريقه. بتروحوا تفتحوا اليوزر داتا وبتروحوا على الاصبع اللي انتم عم تشتغلوا عليه رقم 2، بتخلوا مثلا المينيمم يكون اقل من 0 مثلا ماينس 20. لاحظوا هون قلت المسافه معي، بندوس اوكي. لاحظوا هون صار كيف صار انه ممكن تروح لورا وتيجي لاخير، وفيك مثلا تزود بدل ما هو يعني 100 ماكسيمم ممكن تخليه مثلا 150. خلينا نرجع هاي 0 وهي مثلا 150، دوس اوكي. لاحظوا هون صار كيف. هلا بروح لبعيد كتير، طبعا احنا ما بدنا هيك، يعني بدي انا بس لهون، او فينا نعمله ل 150 اتس اوكي، بس رح نضطر نعمل لكل اللي عندنا لغايه 150 اوكي حتى يكون شكله كويس ومظبوط الاصبع. طيب بهيك بيكون خلصنا الاصبع الاولاني. طبعا انا تعديت رقم 1 لانه رح نظبط فيه شيء بطريقه مختلفه بعدين. رح نعمل نكرر العمليه هي على كل الاصابع مع بعض بس على السريع يعني. عملنا رقم 2 رح نعمل 3، بدنا نشوف 3 كمان بي عم يتحرك.
هنعمل بيه. يا ريت نركز شوي بالدرس لأنه موضوع الإكسبريسو معقد شوي. يعني هو طبعا أنا بعمله بطريقة شبه سهلة، يعني بالتنسيق هذا مشان يكون سهل ويوصلكم بسرعة. رح نعمل كوبي من الرينج مابر، كتير بسيطة. عمل كوبي، رح نضغط على الكنترول وندوس بكليك بالماوس ونتم دايسين ونسحب لتحت. لاحظوا طلع لنا بلس، وتترك الاثنين مع بعض، يعني تترك عفوا الماوس، بيطلع لك كنترول، بيطلع لك كوبيز. طبعا راح نطبق نفس الشيء، نسحبه على رقم 3 والاوتبوت بنطلعه على التو فينجرز. فيك تعمل كل فينجر لحاله. اوكي، ممكن نظبط ال يعني مثل ما انتم شايفين هون الويت تول، ممكن نشتغل على الويت تول شوي حتى نظبطه، مو مشكلة. خلينا نروح على الاصبع الثلاثة، لا الاربعة، ايوه. ناخذ كمان كوبي بهدول ونعمله روتيشن بي، روتيشن بي، ونحرك كمان. ناخذ كوبي بهاي رينج مابر، اربعة انبوت اوتبوت على التو فينجرز او الوان فينجر التو جوينتس. خلينا ناخذ كمان خمسة. طبعا عم بنزل لتحت، مو مشكلة، هلا بنرتبهم. اوكي، فيك تاخدهم هيك سيلكت اول وتحركهم بقى مثل ما بدك عادي. اوكي، نعمل سيف حتى يسيف معنا. كل هذا اللي انتم شفتوه هذا بدنا نطبقه على الايد الثانية بهالمكان. بس كمان شوي بس نخلص. هلا هيك خلصنا نحن الاصابع الاربعة، فينا نشوف شو اخبارهم. اوكي، عندنا هون في اصبعة فيها مشكل، راح نظبطها. اوكي، لاحظوا المشكل هين، ونظبطه هلا بالويت. راح نفصل بس الهايبر نيرفز حتى نقدر نشتغل على البيت، ونجيب الاصبع اللي فيه المشكله او الجوينت اللي فيها المشكله، ونروح بنجيب الكاركتر الويت تول. طبعا حفظنا كيف بنجيبهم. شايفين هون في مشكله، طبعا راح نعمل يعني ويتنج زياده عليها حتى تنحل مشكلتنا. فينا نحرك الاصبع هذا لفوق شوي حتى نعرف نشتغل. لاحظوا وين هلا منجيبه، هيك انحلت المشكلة تبعتنا. اوكي، سيف. راح نعمل هايبر نيرس، نشوف كيف الاخبار. تمام، انحلت مشكلتنا. تمام، طبعا هي شيء طبيعي ان احنا نشوف هيك لانه ما كنا عم نحرك الاصبع الاول، فبالدرس الماضي ما بنقدر نعمل الويتنج للاصبع بشكل اساسي، بس انا عملته بشكل بدائي يعني حتى ندخل على هالمرحله وبعدين بنظبط الويتنج تبعه بشكل نهائي. خلينا نروح نعمل طبعا تكمله الاصابع. خلينا نعمل باك للزيروز ونروح على الاصبع هاد اللي هو رقم واحد، فينجر نمبر 1. خلينا نسكر كل الاصابع ونروح على فينجر 1، نشوف كيف بتحرك هالفينجر. بتحرك بالاتش اكسس. اوكي، في عنا هون بدنا نحركه، بدنا نحركه اكس. تعالوا نشوف بس الاول، هذا اتش وهذا لا مو اكس، كمان اتش، كمان اتش. نعمل اندو، نروح نجيب الفينجر 1 وجوينت 5، نعمل لهم كوردينيتس روتيشن اتش اتش. اوكي، طبعا راح نحطه بالاول هون. طبعا في عنا نفس الشيء تبع السينما، تفتحه عادي. ممكن كمان تستخدم الكيبورد تبعك حتى تقدر
تحرك بالسكرولر كمان، نحطهم هون ونعمل. قبل ما نعمل رينج مابر خلينا نجرب الأول بالإصبع، يعني بصير أحيانا ما يحتاج رينج مابر. أهو شايفين ما محتاج رينج مابر، إذا نعمل على طول الروتيشن تبعنا، طبقه مثل ما أنتم شايفين، سيف ونسكر حتى هذا كله. يكون عندنا الإصبع أو الإيد الليفت ليفت أرم بتكون خلصت. أوكي، هون شايفين صار في هون بزيادة، دخلت الإيد أو دخل الإصبع الأبهم لجوات الإيد. كيف نظبطها؟ راح نظبطه من المانج يوزر داتا، أو بتضغط على الواحد كليك يمين وبتقول له إيديت إنتري مشان بيفتح لك إياه هو على طول. فينا نرجعه تاني على هذا على 100. أوكي، شوف آخره صار 100 هون أكواس. أوكي تمام، هيك الإصبع تمام خلص. لنعمل سيف دائما، يعني انا دائما عم بدوس كنترول اس على فكره. ده رح ننتقل بقى هلا من الايد اليسار على الايد اليمين، ده رح نعمل نفس الشيء بالضبط، بس لا تنسوا كمان موضوع الفريز فريز كوردينيتس. نفتح كمان الجوينتس ونروح على الرايت ارم فينجر طبعا رح نعمل موضوع الكوردينيتس لا تنسوا، يعني شوفوا لاحظوا انه كمان بتحرك كل الكوردينيتس معه لما بنيجي بنعمل له select children و freeze all تنحل المشكلة تبعنا. لاحظوا تحرك بس ال H، كمان هون نفس الشيء هنحركه. انتبهوا على ان انتم تعملوا الموضوع هذا قبل ما تعملوا الاكسبريشنز، لانه لو عملتوها بالاكسبريشنز ده تضطروا ترجعوا تعيدوا الاكسبريشنز من اول. اوكي، راح ندوس كليك يمين سيلكت تشيلدرن فريز سيلكت تشيلدرن فريز. هنروح نفتح النط تبعنا اللي كنا عم نشتغل فيه، كمان راح نعمل هلا فينا نبدأ في هاي دراج دروب. هلا عرفنا انه ال H هو الكوردينيتس التمام اللي بدنا نمشي عليه، نبدأ فيه مع واحد نشوف طبعا بالرايت ارم هالمرة العكس، معناتها هذا بده يعني رينج مابر. طبعا رينج مابر ما بس بيعكس لك الاوبشن او الحركه، في الرينج مابر ممكن تعمل فيه شغلات كتير حتى بالحركه. اوكي صح، بدنا هون نعدي رقم واحد الى فقط 100 مثل ما عملنا بالاول حتى يكون الاصبع اخره. ندخل على الاصبع اللي بعده دراج دروب كمان طبعا بي هالمرة. نشوف بصير نحتاج الرينج مابر على ما اعتقد، رح نجرب طبعا. اوكي كويس، معناتها رح نحتاج نعمل كوبي لثلاثة وأربعة ماشي وخمسة. حلو، نجهز على طول الان من الاوت للان وسيف. حرك هدول بس لفوق شوي حتى نعرف يكون في مساحة. نرجع نجيب الاصبع رقم ثلاثة واربعة. طبعا ليش انا ما بجيب هذا معي؟ لانه هو اساسا هذا هاي جوينت هاي جوينت وهي البون وهي كمان جوينت ما بحتاجها، هي اللي بدي احركها. بي نربطهم نفس الشيء بنظبطه على فينجر 4 بي. طبعا هين مع الوقت بتلاقوا حالكم صار الموضوع هذا بسرعه مثل كانه عم تعملوا ريفرش للويندوز. شلون ريفرش؟ كلياتنا بنعمل ريفرش على السريع في الويندوز،
نفس الشيء يكون هيك. طبعا بصير سريع بإيديك مع الوقت. فيك أول مرة تعمل الموديل ممكن تاخد فيه أسابيع، وبعدين ممكن تعمل كاركتر ريجينج أو تركب ريجينج للشخصية في مجرد ساعتين ليس أكثر. تعال نحرك الأصابع وشوف كيف أخبارها. فينا نخفي الجوينتس حتى تشوفوا شو صار. في عنا مشكلة بالإصبع، هي نفس الشيء. اوكي، نروح كمان نعمل ان اكتف للهايبر نيرفز، ونجيب الإصبع تبعنا هاي اللي فيها المشكلة. ويت تول، نحل المشكلة بكل بساطة. هون نضغط على المكان اللي فيه المشكلة بالماوس، بتنحل على طول. انت بس عم تضغط طبعا عشان بس تخليه يكون حاد شوي، تنجح الفكرة. اوكي، مشي الحال. اسبريسو، تمام. هلا كمان الاصبع واحد عم بمشي تمام. هيك بيكون خلصنا الايدين. رح نعمل بس حركة بسيطة للجسم كمان بالاكسبريسو. عنا هون نحرك لفوق شوي هيك، وبناخد الاكسبريسو نقول له اعطيني نيو داتا، سوري اكسبريسو نيو داتا اد داتا. طبعا هاي جروب جديد بودي. اوكي، بنعمل له اد داتا، خلي هي مثلا بودي موفينج. في كمان تغير الفلوت سلايدر تو نو فلوت. اوكي، تلاقوها هون بودي بودي موفينج. صار عندنا اوت للبودي موفينج. خلينا نجيب طبعا البودي حتى نقدر نحركه. رح نحرك البودي كيف؟ هنحركه مثلا بالاكس بالواي بالواي، معناتها بنقول له coordinates position y. body طبعا هون الحركة صارت بسيطة كتير. رح نظبط له range mapper expresso calculation range mapper. okay. فيكم كمان تسموا هاي rename head control او sorry body body moving. okay. نروح على range mapper مشان نظبط الاوبشن تبعه. وفينا نزود الاوتر الاوتر الاوتبوت upper مثلا، نشوف نحطه على 20 مثلا ونجرب. شايفين الحركة كيف صارت؟ اوكي، طبعا صار من زيرو عم بيبقى لتحت، ومن واحد عم بطول. فينا كمان نزود اكتر، شايفين كل ما بتزود كل ما الموضوع بصير اكتر. حطها على فور هي مثلا، لاحظوا حركة بسيطة. يعني انا بورجيكم انه ممكن حتى الايد تعملوا لها الحركة، حتى الخطوات تعملوها بالاكسبريسو مشان حتى يعني تحفظوها بالاكسبريسو، حتى ما تعملوها وتكرروها كتير. مجرد تعملوا ريكوردينج للسيركل الصغير هون. هي بس حركة بسيطة هيك، بس مشان تعرفوا كيف ممكن تظبطوها. فيكم تزودوا طبعا الحركة، هون صارت اقل، ممكن تنزلوها كتير. طبعا ما تنزل عن 20 هون، لانه هون العدد قليل. ممكن تخلي هاي 100، هاي مثلا 30 تشوفها. سوري، هاي صارت اقل. خلينا نعمل هاي واحد، شايفين؟ اوكي، طبعا هون هو مكانه الاساسي. رح نسكر الاكسبريسو تبعنا ونروح على العين.
طبعا العين موجودة هون ب ب سيمتري، رح نشيل السيمتري طبعا، خلينا نشيل حتى الشخصية. هاي السيمتري طبعا معمولة عبارة عن تو سفيرز. اوكي، اول شيء رح نعمل حتى ما نضيع وقت، رح نعمل editable to spheres، بعدين نروح نعمل select all لهاي ونقول لها split. صار عنا اي left right اي sorry left اي. اوكي right اي save. لنمسح طبعا هاي الأساسية، أو فينا نعمل له select all كمان و optimize حتى يصير ما في points، بس نغير كمان ال coordinates تبع ال point. خلينا نعمل هاي بس minus، صار عنا two eyes. okay. كمان رح نعمل لهم freeze. خلينا يعني نشيل النال تبعيته ونعمل نال جديدة نحن، سوري او الت جي على طول. كمان بنغير نعمل فريز اول، نسميه ايز. اوكي سيف. رح نعمل دراج دروب للاي مع الهيد. اوكي خلينا نشوف هيك مع الهيد مظبوط. ايوه مع الهيد هيك هيك، حطينا الاي مع الهيد تنربط مع الراس على طول. حلو، بس فينا نحرك بس العين لفوق شوي لانه سوري. كويس تمام، رح نعمل لهم targets حتى نقدر نخليهم يتحركوا. نروح على مثلا الاي، رح نعمل شيء اول شيء رح نعمل بدل ما نروح على الاي بننزل null. خلينا نروح للنال ونظبطه يكون بهالاتجاه، نجيبه مثلا لهون. هنشوف فين العين ونجيب مثلا النال بنفس الاتجاه تبعه مثلا 15. اوكي هاي بتكون النال تبع التارجت تبع العين. رح نعمل مثلا كمان رح نغير الشكل تبعه، قال مثلا مثلث. اوكي اتركها زي ما هي، ممكن نغير لونه اوتوماتيك ابيض. اوكي رح نعمل وحده كمان كوبي بيست، بس هنخلي بدل ما الاكس اكسس 15 هنخليه ماينس 15 وندوس ابلاي. روح على طول للعين الثانية، رح نسمي هاي تيمنا بالعين الأولانية left eye right eye save. رح نحط الاثنين طبعا سيلكتهم، رح نعمل alt control نحطهم ب 1 null. كمان هنعمل هاي اسمها control eyes. اوكي ورح نغير شكلها مثلا الى cube. طبعا هون وين ما تحركت تحرك معنا، فيكم تحركوا او مو فيكم مثلا تخلوها حسب الشكل تبع الكاميرا. كمان هدول اوكي خليها مثلا هيك مربع، وممكن تغيروا كمان لونه خلوه مثلا اي لون تحبوه. اوكي صار عندنا التارجتس تبع العين. كيف راح نربط بقى التارجت العين هاي بالنالز؟ واحد يقول لي
راح نعمل targets. هاي شغلة بتتعمل بالconstraint. بنروح على العين نفسها الليفت اي بنروح نعمل لها constraint بالكاركتر tags constraint. بنروح بنقول لها شغلة اسمها I am هالمرة مش parent ولا PSR I am. نقول له add target نحط التارجت اللي هي العين مثلا اليسار. تغير طبعا الماتيريال تغير الاكسس كمان تبع العين راح نظبط هالموضوع هذا كمان شوي. خلينا نعمل كمان للرايت اي كاركتر كونسترينت ايم رايت اي. هون لاحظوا تغير الاكسس تبع العين هي مو مشكلة بس بدنا احنا نظبط الماتيريال تبعه. هون اصلا الماتيريال تبع الماتيريال معمولة يو في وراح نعمل مثلا نعمله فلات نجرب نظبطها اكتر. طيب فينا نعمله سفيريكال ايه فيت اوبجكت حتى تروح على الاوبجكت ونلفها لحتى نجيب اللون تبع العين هي اهو. طبعا هون انا شايفه صار كبير شوي مو مشكلة ممكن نصغر الاكسس تبعه. هي اصلا يو في معمولة يو في اصلا فلذلك احنا ما عم نعرف نظبط الاكسس تبعها. حنمسحها وحنعمل نيو ماتيريال. ممكن نجيب الماتيريال تبعها من اللايبرري اللي موجودة بالسينما 4D ماتيريال البادي شيدر. ايوه هي ممكن نحط العين الخضراء كمان لأقل حتكون احسن من الاولانية. طبعا هلا راح تظبط اكيد ان شاء الله. ممكن نحرك تبعها طبعا نحرك الاكسس ماتيريال تبعها بكل بساطة. اوكي طبعا هون صارت يعني خليها سفيريكال وكمان فيت اوبجكت. معلش هي الموضوع اللي احنا عم نشتغل فيه وهذا ما له علاقة بالدرس بس هيك صدفت معنا. سوري خليها فلات. اها هاي النونو تبع العين مو مشكلة ممكن تلف عادي سيف. كمان هاي نفس الشيء راح نعمله او ممكن حتى نعمل ديليت ونعمل كوبي على هي على طول. اوكي صار عندنا العين والله هي العين احلى اصلا من العين اللي فاتت. طيب هلا بنمسك الكوردينيتس طبعا تبعنا ونحرك العين تلاقيها بتحرك بكل بساطة. فينا نمسك كل عين لوحدها طلعوا على العين. اوكي فينا نمسك كل عين لحالها. طبعا هذا صعب بس يعني اذا حبت الشخصية تحول مثلا مثل هيك. انا بحب الشخصيات الحولة. طبعا هاي شي فكاهي. بهيك طبعا بيكون الدرس او المحاضرة الرابعة شرفت على الانتهاء. خلينا نفتح الجوينتس. طيب هو هيك بيكون طبعا انتهينا من المحاضرة الرابعة في دورة الريجينج كاركتر ريجينج. ان شاء الله بتبقى لنا محاضرة واحدة هي اللي عمل الفيجوال سيلكتر. طبعا ان شاء الله راح نعمل فيجوال سيلكتر بكل بساطة مع بعضنا وكيف راح نعمل صورة للشخصية وربطها وربط كل النلز بالتاجز. خلونا نشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.